تقدير خسائر هي شو هي الخسائر نحن عم نقدرها بالقطاع المصرفي بلبنان؟ تقديراتنا هي 69 مليار دولار، انه هذا الرقم هو تقريبا هو الرقم ذاته اللي تحدد تقريبا من السنه الماضيه او وقت كان في مفاوضات مع ايام حكومه الرئيس حسن دياب، يعني الارقام ما تغيرت كثير من وقتها. هل تعميم مصرف لبنان بسعر برفع من 3900 ل 8000 ممكن يأثر على تقدير هذه الخسائر؟ لا ما بعتقد في ما في تأثير ما في تأثير مباشر. طيب. يعني على سبيل المثال كيف يعني قد ايه النسبه اللي بدها تتحملها كبار المودعين او المصارف؟ هذا قيد الدرس، قيد الدرس. ما في اي مبدا للانطلاق منه؟ المبدا قلت لك مبدا الانصاف والعداله، يعني بالتوجه. شو 30 ب 30 ب 30 لا ما في يعني Definitely.